الشجعان بدر الدهوم وخالد الطاحوس وفرح الصواغ قالوا كلام وراحوا للنيابة واعترفوا وقالوها في البداية اننا على استعداد ان ندفع ثمن مواقفنا. وانا اقولها اليوم من امام هذه الجموع، انا اقول سمو الامير بيننا وبينك شعرة، قالها معاوية بن ابي سفيان، قالها معاوية بن ابي سفيان، ما قيلت لمعاوية، هو اللي قالها. بيني وبين الشعب شعرة، حنا الان نؤكد هذه الكلمة يا سمو الامير، هذا الموقف موقف الشعب الكويتي، ونقول له بيننا وبينك شعرة. والكلمة اللي قالها فلاح الصواغ، والكلمة اللي قالها فلاح الصواغ، يا ربان السفينة، يا ربان السفينة، السفينة تغرق، السفينة تغرق. والكلمة اللي قالها بدر الدهوم، هرمنا تعبنا، اليوم حنا ندافع عن كرامتنا. واللي يقول ملاذ الأخير الخفاء، أقول لا لا